الأمر الآخر هو هناك حديث، الصراحة هناك حديث من تحت الطاولة، تسريبات أو معلومات أو تكهنات أو توقعات وعود بأن تقول بأن هناك تسوية ستحصل قريبا سلمية في سوريا ترعاها الأمم المتحدة من خلال مؤتمر دولي يعتقد أن يكون جنيف 3. لذلك إيران تصعد من لهجتها تمهيدا لهذا. كي ألم يكن جنيف 1 أنهى كل هذه الاتفاقيات الدولية والتسويات؟ جنيف 1 الذي فرض على الجميع من الذين ذهبوا إلى جنيف 1 أن يكون هناك هيئة حكم انتقالية هي حكم الأسد. هذا ما تروج له الآن إيران. إيران هي صاحبة هذا المشروع أن يكون هناك هذا الحل السلمي، وتوافقه طبعا توافق إيران روسيا والصين وبعض الدول الغربية، وأعتقد أن هناك شبه يعني أريد منك توضيحا أكثر عن أي عقلية يعني تفاوض إيران اليوم عندما يعني تصدر مثل هذه التصريحات ثم تسحب فورا ولكنها وثقت في الإعلام ونشرت أن بشار الأسد هو من يقاتل عن إيران. بس المحور الثالث الذي أدى إلى الذي تزامن مع تصريحات نعم، أنا أريد فقط أن نفهم منك بشكل أعمق عقلية إيران. حزب الله الذي شكلته إيران في سوريا، من هم عناصره؟ معروف عناصره؟ أصبح معروفا للجميع. أصبح معروفا، هم المرتزقة من شيعة عراق المالكي، والمرتزقة من حوثي اليمن، والمرتزقة من شيعة باكستان وشرق ألاف آسيا. من حزب الله اللبناني. نعم. تماما. لا، حزب الله اللبناني يبقى حزب الله اللبناني على حياد، وهناك حزب الله السوري سيكون. الآن هذا ما تم تشكيله، هذا بإعلان يعني. بإعلان. الأمر الآخر والأهم من ذلك أن إيران الآن تسعى إلى فرض حل أو تسوية سياسية في سوريا على طريقتها. وهناك تناغمات مع إيران أصبحت تتداولها أوساط عربية للأسف، وأعتقد أنه سيكون هذا، ولكن ليس كما تريد إيران بالضبط 100%، إنما قد يرضي الجميع الحل، ولكن لا يرضي الثوار. هل هو على حساب السوريين؟ لا يرضي الثوار، لا يرضي الثوار فقط. بمعنى أن الثورة قائمة ومستمرة حتى يستوي ما يريد ما أطلقت. عن أي ثوار تتحدث؟ المعارضة العسكرية على الأرض؟ ثوار داخل المعارضة العسكرية. نعم. والمعارضة السياسية ستذهب إلى مثل جنيف الثلاثة مثلا؟ قد تذهب. وهذا ما يجعل اليوم فيما أحمد لو أخذت في فيما محرج؟ لو أخذت المعارضة السياسية ضمانات بنتائج من جنيف ثلاثة أعتقد ستذهب. عن أي نوع من الضمانات تتحدث؟ ضمانات حل نهائي للأزمة السورية، ينهي حكم بشار الأسد، ينهي حكم بشار الأسد وصلاحياته بالدرجة الأولى، ينهي وتشكيل هيئة حكم انتقالية وإبعاد رموز الأمن والجيش. طيب عندما تصرح سوريا. إيران مرة أخرى نعود إلى مثل هذه التصريحات، والجنرال حسين همداني لم يدع يعني وكأنه يخطط لخارطة سوريا جديدة، وصف بأن إيران تشكل حزب الله الثاني في سوريا. وقال عن أي عقلية يتحدث؟ هل هو أن حدود إيران شواطئ البحر العميق؟ هل هو يرى بأن هناك نهاية لبشار الأسد قريبة وهم سيوافقون عليها، ثم يأتي حزب الله السوري مثلا ويقوم بما قام به حزب الله اللبناني في لبنان؟ بالتأكيد لا، لأنه في سوريا يختلف عن لبنان. في سوريا هي الأغلبية السنية تختلف عن لبنان التي ذات الأغلبية الشيعية بالنسبة للطرف أو الآخر. نظام المحاصصات في لبنان، وفي سوريا لا يكون هناك نظام محاصصات. السنة في سوريا يشكلون 70% من سكان سوريا، فهذا لا يمكن أن يصير. هل إيران فيه تسعى مثلا إلى وجود تقسيم أو وجود محاصصات؟ هي تلوح بهذه العصا، تلوح بهذه العصا كي يقبل مشروعها في التسوية السلمية. هي تلوح وتدرك أنه لا يمكن أن يستوي في سوريا حزب الله. طيب. لا يمكن ولا بأي شكل، إنما إذا كان هناك حزب الله سيكون في مناطق العلويين. إذا كنا نتحدث عن وجود يعني مثل هذه الاتفاقيات ومعارضة الداخل لا توافق، حتى معارضة الداخل يوجد فيما بينها مشاكل اليوم، يعني وكأنها تصور نفسها بأنها تزداد ضعفا يوما بعد يوم مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، مع اقتراب جنيف ثلاثة، وهذا يعني ما عرفناه منك الآن.